صانعي المحتوى وهوس المقالب، حيث انتشر هذا الهوس بشكل مهول في السنوات الأخيرة، تمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بها، التي أدت إلى أضرار صحية، منها من تخالف النظام بغرض الشهرة وجلب الأرقام الفلكية. أضرار المقالب من الناحية الطبية، فبعض المقالب قد تسبب أذى نفسي وصحي، منها الجلطات والسكتات القلبية التي قد تؤدي للوفاة لا سمح الله، وأيضا الأمراض النفسية وهي الاضطراب ما بعد الصدمة أو الفوبيا. لذلك الكثير من الأطباء يحذرون من هذه المقالب التي قد تنتج عنها أمور سلبية. أما المقالب التي تخالف القوانين والأنظمة، ومنها من ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويتعدى على خصوصيته، من يتم تصويره بغير علمه ونشره بغرض المشاهدات، وكذلك من يتعدى على ممتلكات الشخص ويفسدها بغرض الهوس المقالب والشهرة. والأهم هنا، هل يوجد قانون واضح لردع مدمني الأرقام والتقليل من هذا الهوس؟ أم أن أذهان منتشية بالاشتراكات والإعجابات؟ وما الطرق للحد من هذه المقالب ومنعها من الانتشار؟ وكيف يتم التبليغ عن هذه المقالب التي تسببت في أمور سلبية على صاحب المقلب وعلى الشخص المتأذي؟